هموت في الكوارع. بقول لك ايه يا نون، الصبح احنا ساعة الصبحية. الكوارع يا سليق بهريج. بس تقوم المنظرة دي يا بيت نون. يا ابن عيشة هعملك ممسحة وخيشة. هاو لما جوانس يا بيت، وريني كده. طب يلا وريني عرض قفاك. ماشي عشان خاطر الأخوية. أخوية؟ وشك في الحيط وقفك ليه؟ يعني هي الوحدة في جهنم دي وتعرفش تعيش بشرفها؟ لازم تبقى تبيعها، كل واحد ياخد منها ندفع وبقيت هيترمي للكلاب. ما أنا ياما قلتلك أفكار، أنت وحدانية ويلزمك الجدع اللي يقف جنبك ويحميكي ويريحك من كل. وأنت في المذبح يوميتك عشراية وبتقطع وتذبح بره بـ20، ده غير الجدعانة، فضها سيرة. ماشي يا أفكار، يعني أنا غلطان؟ عاجبك عيشتك في الخرابة دي؟ دي اتعودت عليها من يوم ما اتولدت. بقولك إيه يا جابر؟ أنا مقدرك زي أخويا، خلينا إخواتي أحسن. طبعًا، هتروح فين يا سعلوك بين الملوك؟ المذبح مليان معلمين تقايل قوي. مش وصلني أنا الحمدان. قطع لسان اللي يقول في حاجة بيني وبين حمدان. أنا يا شايفة بصيتك ليه، وهو كمان عينه منك. مالكش صالح، القلب وما يريد. أنا واحدة عشت طول عمري بشرف. أيوة بس أنت مش قد حمدان، أنا قلبي عليكي. حمدان بتاع وقته وبس، مش هيقول يا جواز يعني. وأنا مش هقول غير بتظلك اللي في رجلي وفضها سيرة بقى، وتمشى بقى في رجل خسارك. ماشي يا أفكار، بس الأيام هتيجي اللي تثبت إن كلامي على حق. شايلك للعوزة. ماشي يا أفكار. بقى يا معلم زينهم بيشاكبونا في اكل عيشنا ده بينا. خلاص يا معلم. صبيانك هما اللي افتروا يا معلم. ما هم لازم يفتروا، لو ما افتروش ما بقوش رجالة حمدان. الصلاة على النبي، انا مش فاضي اكل زينهم بتاعك ده يا معلم. عيب ده، برضو كان زمان معلمك. كان زمان وجابر يا حبيبي، كل وقت وليه ادان. انا قد دلوقتي مالك المذبح. اخلع يا عايل بصبيانك حلواني. انا مش عايل يا معلم، بس عندي عيال. حاضر يا معلم، هخلع. يلا رجاله. حلاوتك يا معلم يا سيد المعلمين. كل حي يروح شوف شغله يا رجاله. يلا يا حبيبي. ده احنا نهارنا في الليل يا ده جابر، دي التفكار اهي. ما تنسى يا معلم، دي مش من توبك. تحت الدنيا مواعظ. انت افكار، استنى انت. نعم يا معلم. ازيك يا افكار؟ تسلم. مبسوطة؟ عايشة. حد هنا مزعلك؟ انا بالروية ومحدش يقدر علي. حلويتها بالروية طول عمري كده يا معلم.
طب عايزه حاجه؟ يلزمك فلوس؟ شايلك للعوزه. وبعدين اجابت في البنت دي يا معلمي، دي مش من توبه، سيبها ما تعبرهاش. معلش تتداوى، ومن غير دواء تتساوى، واذا ما تساويتش تتاوى. سيدي المعلمين، العزبه نورت يا معلم زينهم. نار بصاحبها شافها بيه. اهلا، الغدا والعشاء هنا والبيئة الليل. يا ريت، لكن الجو بقى في المذبح مش هو، وعشان كده انا جاي لك. انا سامع عن المشاكل اللي بيعملها حمدان في المذبح كل يوم والتاني. حمدان ده لو ما كانش جوز اختك انا كنت خليت الدم للركب، لكن انا بقى عملت لك حساب وقلت لك الاول. وجيتك عندي بالدنيا كلها. حد انت صابي من صبيانك، وما كانش يروح لحد عندك ويحب على راسك قدام الدنيا كلها، انا مش هورده بهاي، ويبقى يروح بقى يستلقط الوقيه. وانا مستعد اشتري اللي عندك كله، واللي هيبقى عندك لخمس سنين قدام كمان. هقول لك عربون كام؟ مليون؟ لا مش كده يا سيدي المعلمين، ما تصطادش الفرص. أنا بس عايز أدب حمدان كام يوم كده، لكن مش عايز أذبحه في السوق. طيب. على العموم أنت سكنتك على رقبة الكل واللي تأمر بيه. اسمعي يا زينة. نعم. روحي لحد المزرعة قولي لمصطفى يجيني قبل ما يشحن البهايم. حاضر. خلاص. اطمن يا معلم زينة. ما تخافش وقت وهو. يلا يا جدعان. انت جدع. انا مش شايف ترابيزه زينه، ما هو فين ترابيزه زينه؟ ملوش حاجه ومش هيطلع. بس ده هيبقى خراب بيوت. اوامر شافع دي لحد معلمك ما يكلمه في التليفون. شافع بيه ما بعتش ولا فرده لحمدان. والله وفيت وعدك يا شافع بيه. اسمع يا سلطان. الدبح الليلة الساعة 2 بعد نص الليل، والرجالة تيجي من الساعة 1، والقهاوي كلها تفتح، والمشاريب كلها اللي تنزل. أنت واجب يا معلمي. لك ده دلوقتي انا عارف هو جاي ليه. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، ربنا يزيد ويبارك. ايه ده كله؟ صباح الفل يا معلم الكل. يا سلام، دلوقتي رجعت تاني معلم الكل؟ ما انت كنت خلاص بقيت ملك المذبح. انا استاجر اقول كده قدامك يا معلمي؟ ده انا لحم كتافي من خيرك، ولا مؤاخذه بقى مش هاتمك الا اللي مبلغه. نهايته حمدان، انا صبيك من حال المبتدا، وصبيك لحد ما اموت. يا تموت كده بقى، يا موت يا تموت. انا فداك يا معلمي، انا فداك. ده انا اتذبح واتسلخ واتعلق زي الذبيحه، واذا كان كلب من صبياني غلط فيك تتداوى، وادي راسك ابوسها قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. معلمك يا صبي الهفا، يبقى كل مخ عشان تفتح مخ. حمدان سلامة بس راس يبقى الصلح ده مش هيطول كتير، وبكره نشوف. يا واد انت مالك ومال السياسه؟ الله، مش راجل وجدع في المذبح. يا واد خليك في اكل عيشك احسن، تلاقيك ما اكلتش بالصبح. معلش الرجاله قد ظروف. طب وغلاوتك؟ ما انا بايع جوزين الكوارع دول. شيل يا واد نتغدى بيه، ده البهريز يرم البدن. هوبا. يلا بسم الله، مد ايدك. تسلم ايدك. بالهنا والشفا. ايه
ايه واد ما بتاكلش ليه؟ انت طيبة قوي. طبعا ودي حاجة غريبة في جهنم اللي احنا عايشين فيها. من يوم ما ماتت امي وابويا حبسوته على التموين ما حسيتش بالحب غير منك انت. انا برضه زيك من صغري وحدانية وطول عمري محرومة من كل حاجة. وازاي قدرتي تعيشي من غير ما تاكلك الدياب؟ ربنا فوق وجدعنتي تحت. يا واد انا بالروية ومحدش قدر عليا. انا بحبك قوي. وانا كمان ومعتبرك زي اخويا الصغير وعايزاك تكبر وتتعلم الصنعة. انا عايز ابقى بشكار زي جابر وتبقى معلم قد الدنيا اكبر من حمدان وزينهم كمان. خد اربع واد. خد شافع ليه وصل ونزل عند حمدان في البيت ما نزلش في المذبح. ايه بص طالح على العوم هنشوف. صباح الخير يا معلم. يا صباح الفل يا افكار. ازاي احوالك؟ الحمد لله مستوره. يلزمكيش ايها ختمه. تشكر يا معلم شايلك للعوزه. انت بنت جدعه وشريفه والمرحوم ابوكي كان من رجالتي وامك كانت ست اميره. المروله طلباتها من المذبح يا سلطان ونقلها هي دونا عن غيرها. الهي يخليك ليا يا سيد المعلمين. فضتك بعافية. مع الف سلامة يا افكار. خسارتها خسارتها في المذبح دي تستاهل فيلا. فيلا دي تتحط في سرايا يا ابني ولا كل السرايات كمان. علم المؤاخذة يا معلمة انت من يوم ما توفت المرحومة مراتك عارف عارف اللي هتقوله. طب وليه لا؟ ده انت سيد المعلمين وعايز اللي تخدمك. بقى واحد زي حمدان ده صبي من صبياني يناسب شافع بيه وانا ما ناسبش معلمين تقال. اللي زي حمدان محتاج النسب لكن انت ما يلزمكش والقلب ما يريح. انت عايز الصراحه يا سلطان. اؤمر يا معلمي. بس افرض قالت لا وضحكت عليا العالم. وده معقوله يا معلمي؟ اللي زي دي تتمنى تراب رجليك. انست وشرفت يا ابو نسب وانا دايما في الخدمه وتحت امرك. المهم اني مش عاوز مشاكل خالص مع زينهم يا حمدان. ماشي اعتبر كلمتك سيف على رقبتي. وانت يا سميره. الله سميره يا سميره. ايوه يلا. ايوه يا حمدان. انت تاخدي راحتك في العزبه عند اخوكي وتزوري اهلك كلهم واحد واحد. ولو انك هتوحشيني بس ما تستعجليش. هوحشك برضو ولا فرصه تلعب بديلك؟ لا اله الا الله. شايفه شافع بيه مفيش فايده الستات دي نفوخه زي لحمه الراس. خلاص زي ما اتفقنا يا حمدان. وجب واعتبر الكلام كله كانه حصل. يلا يا سمير. يلا يا اخويا. يلا هتوحشني. طيب طيب لا 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 طبعا سلام مع السلامه. ألف سلامة. أنا سلامة. أنت أنا سلامة. ولا ولا قوم. لا مؤاخذة يا معلمي أصل كنت مشغول امبارح طول الليل بغسل البهايم. أنت قد مش هتكبر بقى على غسيل البهايم. انا معلمة سد في كله. وانا قد مستجدعك عايز انطقك كده واعمل منك بشكار. بشكار زي جابر؟ واجدع من جابر. بس انت بقى ناقصك شويه قيافه وشويه تعليم. انا تحت امرك يا معلم. كده طب اول درس هتروح عزبه شافع بيه وتجيب بهايم. ماشي وهتشوف. طب روح غير الجلابيه بتاعتك دي وترسم. ماشي مؤاخذة يا معلم بس ما عنديش غيرها. خد يا تايف. ماشي يا معلم. شو علقت كازلك ومستحيل من انت كله يا واد. المعلم حمدان علمني الصنع. انت مش عايزاني اتعلم وابقى فل وسيد الكل. الحقيقه يشكر حمدان. على العموم هو الكسبان طبعا يا حبيبي.
هو هيلاقي زيك فين؟ وهقوم اشاطح احمد وهيبعت لي النهارده اخر النهار عزبة شافعي بيه عشان اجيب له بهايم من هناك. يا خايب لوحدك؟ لا معايا طورة رجاله بس انا المعلم عليهم طبعا. يا حبيبي تروح وتيجي بالسلام. في صحة العزوبية ولو مؤقتا. بس القعدة دي ناشفة عايزة مزة. التليفون موجود اطلب لك توحة ولا اختار؟ دول عاملين زي لحمة الجمعية. احنا عايزين قتلهم شافي. جابر تحت امرك يا معلم. المرشيدس تحت راحت البنت افكار. افكار وهي هتقرر تيجي يا معلم. ما انا هفهمك تقول لها ايه، اصل انا عامل لها ملعوب بيخرش الميه. ايوه يا معلمي بس ده يبقى حرام لمؤاخذه. نعم اخويا والمنكر ده مش حرام. النسوان اللي كانت هتيجي بالتليفون مش حرام ولا افكار بس هي اللي انزلت؟ لا ما اقصدش يا معلمي، بس البت دي بالرويه وممكن تعمل لها شبوره في المذبح. اللي بتيجي هنا وتنبسط يا خفيف ما بتتكلمش يا غشيم. يبقى لا يا معلم. طب بتقول لي انا لا؟ هو كده في المزاج عفش. انا راجل بشكار صنايع يعني وشغلتي في المذبح وبس. وما تلزمنيش كمان في المذبح. بلاش ايديك بس. طب بقى في المعلم صحة افكاري اللي جايه ليها. بسم الله الحفيظه. بسم الله الحفيظه. مين مين؟ طيب خير يا فتحي؟ ايه اللي جابك السعاده؟ سلام ابعد عنك. ماله؟ كان رايح عزبة شافعي بيه، اتقلبت العربية بيه على الطريق الزراعي. يا مصدر اتقل على بيت حمدان وفي حالة خطر. سلامة وعايزك بالاسم. يا لهوي سلامة سلامة. حلوة فين؟ اهلا يا فكور تعالي. ايه ده؟ المذبح. سلامة فين؟ سلامة في خير. كده برضه يا معلم وانت معلم. يا بنت انا حداديكي وارضيكي. اخلعوا. هما رايحين فين؟ جالهم عقد عمل في الخارج. انا عايز اخرج من هنا حالا. يا بنت انا بحبك. بتحبني اتجوزني. اتجوزك وانا ابقى خدمتك وتحت رجليك. انا محدش مالي عيني في المذبح غيرك، لكن على سنه الله ورسوله بالمأذون والشهود والفرح. ومراتي افكار دي اخت شافع بيه اللي في ايده واقف حالي. والغلبانه اللي زيي بقى تتاكل قوانطه. الله انت هتعملي الشغل بتوعك عليا ولا ايه؟ يا بت الدنيا اخد وعطا. افتح لي يا حمدان. عمرك شفت الذبيحة دخلت المذبح وخرجت زي ما هي؟ انت اللي هتكون الذبيحة يا حمدان. تعالي اذبحيني. يخرب بيتك طيرت الازازتين اللي في لفوخي. افتح الباب يا حمدان. حاضر. أنا أقدر ما ارتاحش. هو اللي عملتيه فيا ده شوية. حاضر هفتح. هفتح الباب. وأنا بعد البنية دي أقدر أتنفس خليكي بعيد. Thank you.
تبوس ايدي ما تفتحنيش. افتح يا حمدان انا زينهم. تعالي تاني. انا بحبك يا افكار. خساره خساره. ابوس ايدك. افتح افتح يا حمدان لا اكسر عليك الباب. افتح حمدان. ما هو افتح حمدان. حاضر يا افكار يا معلمة افكار. وصول المعلمين برضه يا حمدان. انا راجل في بيتي وهي اللي جاتني برجليها. اخرس ده هو اللي غشاني يا معلم. عارف ما انا حكيت له على كل حاجه. طيب يا جابر انت برضه لسه ليك عين تتكلم. خدها وانزله يا جابر. حاضر يا معلم. يلا افكار. طلعت صغير يا حمدان. ما خلصنا بقى. لو تعرضت للبيت دي تاني انا اللي هربيك. ومالي مش قلت لك افكار انت يلزمك راجل عشان يحميك. معاك حق يا جابر. الغلابه ما تعيش بين الديابه. ما تزعليش يا افكار عيل غلط وتربى. ربنا يخليك ليا يا معلم زينب. اركبي يا بنت الناس. تبقى تجيني الصبح يا جابر وما يهمكش منه. أنا هشغلك عندي. اطلع يا سيد. يا خسارة يا خسارة. أزاكي؟ لا يا معلم وش أعرفك رقعته علقة. بس أنا عارفة إن حمدان مش هيفوتها. طول ما أنا موجود على وش الدنيا عمر ما حد هيستجرب يدوسلك على طرف. تعيش لي يا معلم. أنا مناي أعيش لك يا أفكار. أعيش لك العمر كله. مبروك يا معلم زين. نجيلك دايما في الافراح يا شفع بيه. مبروك يا عروس. زينهم اللي لادي انحسد بخدامته اللي تتحسد عليه. تعيش يا افكار. عن اذنك بقى يا معلم. ودي تيجي برضو يا شفع بيه ما ديك مقانسنا شويه. لا معلش اصل المشوار للعزبه طويل شويه وفي ناس مستنيين هناك. ما تبقى تجيب العروسه وتيجي تزورون ولا ايه يا عروسه؟ تشكر بس اما يؤمر المعلم. احنا يزيدنا شرف.
ألف سلامة. لا 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 خليك أنت جنب العروس. لا لا ودي تيجي برضه. لازم أوصلك لحد العربية، ده أنت مجيتك هنا بالدنيا دي كلها. شكرا يا معلم. صباح الفل. صباح العيش. مبروك يا معلمة. ومالك بتقولها كده؟ أمال عايزاني أقولها إزاي؟ يعني ما تفرحليش يا جابر؟ رحت أجيب واحد يخلصك من التاني. اتكلت أنا. الأخوة أبقى من أيه حاجة. وعلى العموم ما يهمكش من حمدان. أنت من النهاردة تبع المعلم الكبير. كده؟ تشكري أوي يا معلمة. بالإذن. مبروك يا عروسه. طب وانت كمان شايل عبد القادر ليه؟ لا اب ده انا فرحان قوي. عشوك يا واد، الليله دي دبحين المذبح كله ومن له نفس العشا. حمدان يا معلم ومعاه مسدس وجايين يوصى عزوتي. انت مش عايز تبقى بشكار؟ لو حمدان لما استرفت هعلمك الدبح. المعلم جنهم، المعلم جنهم، سيد المعلمين كلها وملك المذبح، واحنا كلنا صبيانه عصايا. رقصني يا جدع. مبروك يا معلم جنهم، فرحت لك من قلبي. وانت هتقول لي يا حمدان، ما انا عارف اللي في قلبك. الف مبروك يا عروسه. انا قلت اللي فات مات وجيت اعمل الواجب. بقول لك ايه، تعال عندي. يا نعم. بيني وبينك كده اتطرق وامشي من سكات.
ماشي. على العموم عداني العير. السلام عليكم. مع السلامة. وتشكر على النقطة. أنا استكفيت من الفرح لحد كده. بينا بقى يا عروسة على البيت عشان نبتدي شهر العسل. تصبح على خير يا سلام. أنه خير؟ هو عاد فيها خير؟ المعلمين. صباحية مباركة يا أحلى عروسة في الدنيا. تعالي هنا جنبي. من عينيك. بس مش لما تفطر الأول. بقول لك تعالي يا راجل، ده أنا كنت فاكراك عجوز. ما هو أنت بقى اللي رجعتي لي شبابي. وأنت صمت لي شرفي ورفعت راسي قدام الناس. ولسه أفكار. ده انا هخليكي ست الكل. ده انت اللي شيت سيدي.
الو ايه جاهز في المستشفى؟ سلامتك يا جابر. افكار قصدي المعلمه افكار متعور وبتتنقور. الف سلامه ليك حمدان. ايوه ومن تحت راسك وفي ساعه دخلتك. اتفضل يا معلم. الحمد لله الدكتور طمني. المهم هخرج امتى؟ قريب ان شاء الله. انا عملت الواجب. قلت حاجه للبوليس؟ لا طبعا عشان ما يطلبوهاش شهاده والناس ترغي في الموضوع. جدع اما طارق ده سيبه عليا انا. لا يا معلم خدهم يا جابر ده انت اخويا وده واجب علينا. لا معلش. لا يا جدع خدهم ولما تخرج بالسلامه باذن الله ابقى فوت عليا في البيت. انا لما اخرج هبقى اروح للمعلم في المذبح. خلاص براحتك سيبه يا معلم. بينا يا ست الكل. سلام يا جابر. سلام. ازيك يا ولد يا سلام؟ نعم يما كده صد رده. مالك يا واد؟ ماليش. لا بقى ده انت راكبك اللهم احفظنا. اوعي بقى خرجيني من هنا. ما انتش خارجه لما اعرف مالك. بيقولوا لي في المذبح انك ما بتنزلش الشغل. ما بتنزلش ليه يا واد؟ انا حر وما اكلتش من امبارح وبيتك خلاص هسيبهولك مش عايز وهرجع انام تاني مع البهايم. لا بقى ده انت اتضربت في مخك. طب ده انا كنت جايه اقول لك تيجي تعيش معايا انا والمعلم في البيت. انا عايش معاك انت وراجل غيري. راجل غيرك؟ يما يالك انت يا واد بتروح السيما؟ انا مش واد انا راجل والحب مش عيب. أنا بعزك قوي يا سلام بس أنت ما بتحبنيش. أنا ما بحبكيش؟ آه اللي بيحب حد مش يتمنى له الخير؟ وأنت زعلان إن أنا اترحمت من الشقة واتجوزت سيد المعلمين. طب وأنا؟ أنت يا حبيبي اتحرمت من حنية الأم. عشت في جهنم دي عشان كده اتعلقت بيا. لكن الحب الحقيقي هتلاقيه مع بنت من سنك. وساعتها يا واد هعمل لك حته فرح. لكن ما حصلش. انا مش عايز منكم حاجه وتفضلي بقى روحي للمعلم بتاعك كده. طب عقلك بقى في راسك تعرف خلاصك. على العموم بيتي تحت امرك والشغل مستنزرك وانا اختك الكبيره يا ابو عبط. القهوة يا سيد الركالة. اسلام لي ايديك وعينيك يا ست الكل. انت ده انا اللي خدمت رجليك. استغفر الله ده انت حياتي كلها. ده انا ربنا اكرمني بيك على كبر وايامك الحلوة افكار عوضت لي العمر كله. ربنا يخليك ليا يا ابو قلب دهب. الاعمار بايد مولاها. انا ما خلفتش من مرحومه وكل اللي ليا في الدنيا اخ واحد بس. لكن للاسف طلع عمارتي مضيع فلوسه كلها على القمار وبيتمنى موت النهارده قبل بكره عشان يورثها. بعد الشر عليك. لكن انا بقى هكتب لك انت كل اللي ورايا وكل اللي قدامي. ربنا يطول في عمرك وانت اللي تورث مني طشت الكوارع.
بقى زينهم كتب لها فلوسه كلها. النهار لك نص سعر العقار يا معلم. لا اله الا الله. اهو ده لو ما كانش معلم في المذبح كنت قلت عليه ما شافش اللحمه. البيت افطار ذبحته وشفيته معلم. طبعا ما هو غشيم. صدق مرصحيه الشرف اللي من تاليفي وتلحيني. مرصحيه يا معلم؟ اه. افكار طول عمرها بتجيلي البيت بمزاجها. وفي ليله الواد جابر ما جاب المعلم زينهم عشان يسترزق منه. قلت هذا حمدان ربنا امر بالستر. اضطريت اخرج لها مرصحيه افكار ام شرف. انت كذاب. انا؟ ايوه كذاب وستين كذاب كمان وافكار اشرف منك. ايوه كذاب ما تصدقوش كذاب وافكار اشرف منك كذاب. يا معلم انا وانت عارفين انها بريئه لكن حمدان مجرسنا في المذبح والعالم كله ماسك السيره. هي حصلت شرفي وعرضي ومراتي كمان. لم رجاله يا جابر ويلا بينا. ماشي يا معلمي. اهلا بعريس الهنا. انت لسانك طول يا حمدان وانا جاي اقطع خولك. يا راجل انت لسه داخل دنيا لحقت تزهق منها. ركز لك يا عنك انت يا معلم. سكينه يا سيبهولي يا معلم. في حياتك الأعمار بيد الله. كان جوزي واخويا وظهري وعزوتي. ربنا يلطف بيكي. أنا السبب. زينهم اتقتلوا وهو بيدافع عن شرفي. واللي قتلوا حمدان. انت متأكدة؟ جابر هو عندك كان في الخناقة ولسه خارج بكفالة. طبعا حمدان هو اللي قتله. انت شفته بعينيك وهو بيقتل المرحوم زينهم؟ اي نعم الخناقة كانت زحمة وكل جدع ملهي في عمره لكن اكيد هو مفيش غيره. يا رب يا ساتر. نعم الواجب يا انا جاي اعزي. بقية إيه في حياتك؟ تقتل القتيل وتمشي في جنازته. اه انا ما قتلتش المرحومه ست افكار. هو اللي كان جاي عايز يقتلني. قادر وفاجر شفع بيه. من فضلك لو سمحت انا مش عايزه حد في بيتي. مش عايزه عزا من حد. كفايه اعملي معروف كفايه. ما تعمليش في نفسك كده. اسمع
عايزك تنزل المذبح تقول للناس كلها ان افكار مش هتقبل عزا الا لو خدت بالطهر. اتفضل. احنا متاسفين جدا. النيابه افرجت عن حمدان والبلاغ بتاعك اتحفظ. ازاي؟ عايز اعرف ازاي؟ التهمه شائعه. خناقه كبيره والشهود ما اكدوش حاجه. طبعا. ما هم نصهم رجاله حمدان والنص التاني خايف منه. والله متاسف. ده القانون. يعني الراجل يروح ده مغادر؟ انصحك. مش عايزين مشاكل في المذبح. وما تحاوليش تتحدي القانون. كمان؟ طيب ماشي انا هتصرف وبالقانون عن اذنك. نعم يا واد. انا لو كحيت هطيرك. افكار فين؟ عايز منها ايه؟ يا واد اوعى. مش اوعى. يا نعم. مساء الخير يا ولدي. نعم. الله ينعم عليكي. سمعت انك انت ناويه تمسكي شغل المرحوم. قدها وقدود يا معلم. هو اللي انت عندك مانع؟ اعوذ بالله. يا ولد تخلي الشبيح ده يخلع خمسه لاحسن. انا واقف بتكلم وجسمي بيتنفض. خش انت جوه دلوقتي يا سلام. ماشي لما تشوف اخرتها معاه. هنقعد ولا هنكمل كده على الواقف؟ اصل لسه ما فتحتهاش مضيفه. طب هلا هلا على الجد والجد. هلا هلا عليه. خرم في المفيد. انا راجل برقتني النيابه والمرحوم عمره كده. ومهما حصل يا افكار انا كان في بيني وبينك كلمه. هات من الاخر. كار المذبح ده عايز رجاله ومش اي رجاله. وانت اتخلقتي عشان تتستتي في سرايا وانا تحت امرك. تحت امري ازاي يعني؟ شرع ربنا. تتجوزني يعني؟ ودلوقتي قبل بكره كل طلباتك موجبه. يا سلام. اشمعنى دلوقتي ما انتش خايف من مراتك واخوها؟ ولا عشان يعني كمني ورثت المرحوم زينو؟ انا برضو تظن فيا كده افكار؟ عرض كتافك يا حمدان. الله الله الله. بره. ماشي. بس يكون في علمك المذبح صعب وانا اصعب منه. هو انا بالرواية ومحدش قدر عليا. طيب. اسم المرحوم المعلم زينهم مش هيتنسي من المذبح. واحنا من النهارده هنبتدي الشغل زي ايامه واكتر كمان. واحنا كلنا تحت امرك افكار. اسم المعلمه يا جابر. ماشي يا معلمه. ومن ناحيه الاجر انا هدفع الطقطقين. واي راجل عايز يشتغل معايا اهلا بيه. حتى رجاله حمدان؟ هو انا قصدي من غيرهم يا سلطان. محدش هيشتغل. يعني ايه؟ يعني محدش هيشتغل. وهي دي الاخويه برضه يا جدعان؟ احنا مش اقل من غيرنا. وعيالنا اغلى من القرش. ولادكوا في عينيا الاثنين، لكن زودت الطاقة ايه؟ ده خرب بيوت. ده انا اخوك. انت يا طماع، اشمعنى افكار زودي؟ ماشي، هزود. على سيدي الكل. اهلا 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 يا حمدان. ابوسك من خدين. انت وحشني. ايه؟ انا عايز حاجه. غيرك مغرق. انا بس جاي اخد سميره عشان وحشتني قوي. طب وماشي. اتفضل معايا على البيت. الف هنا وشفا. تسلم لي ايديك وما تحرمش منهم ابدا. ايه اخبار المذبح؟ بعد زين سمعت ان افكار مسكت الشغل. طبعا، ما انت مش عايز جوز اختك يبقى ملك السوق لوحده، مفيش غيره. ازاي الكلام ده؟ بيبعت لها يا ست بهايم بالهبل علشان تقف قصادي.
لا 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 لا، ازاي الكلام ده يا شافعي؟ المرحوم كان دافع مقدم واني بديها حقها. كان دافع مقدم قد ايه يا شافعي بيه؟ جمعه جمعتين ماشي، انا بعد كده شاري حصته. ما تتعدلش، ما فيش بينا وبين بعض فلوس. شفتي وقف الحالة يا معلمة؟ شافعي بيه الأسبوع ده ما بعتش ولا عجل بتلو، والرجالة قاعدة عطلانة. طبعًا، ما هو نسيب حمدان. خلي بالك أنت من الوكالة وأنا رايحة له. ماشي. أهلًا وسهلًا، أهلًا وسهلًا، اتفضلي. العزبة نورت. لا أنا جاية وزعلانة منك قوي يا شافعي بيه. زعلانة؟ زعلانة مني أنا؟ ليه؟ ده أنا كنت صاحب المرحوم الروح بالروح. اتفضلي. اطلبي. العالم كله تحت امرك. ما هو ده العشم برضه. ده انا وحدانيه في وسط ديابه، هو ملياش ظهر يحميني. ده انت تأمري امر. اعتبريني بدال المرحوم. زعلانه من ايه يعني؟ علشان حصتك ما وصلتش؟ طبعا، منعتها عشان حمدان. لا لا، وحياه المرحوم دي بس هي كانت ظروف. وعلى كل حال انا بشكر الظروف اللي جابتك لحد هنا. اه، يعني انت كنت عايز نجي لحد هنا؟ تجيلي اجيلك، انا تحت امرك. يعني هتقف جنبي وتساعدني؟ وكل طلباتك هتوصلك النهارده. تسلم، وشايلك للعود. ايه على فين؟ احنا لسه قعدنا. مش وقت، الايام جايه كتير. العنبر واحد في المذبح يا رجاله. اه ده اعملوا لكم يمه شويه، الطلبات كتير والاشياء معدة. بنفسك يا معلم. سلامه. نهارنا فل يا معلمه. نهارك فل يا اجدع بشكار في المذبح. معلمه افكار. نعم. صباح الخير. كل واحد يروح على شغله. يا نعم. سؤال واحد مفيش غيره. شافعي بيه رجع يبعت لك بهايم ليه؟ رحت هناك عملت ايه؟ أظن أنت أكتر واحد تعرف يا معلم حمدان إني بالروية ومحدش قدر عليا. إيه؟ لسه؟ وهعيش طول عمري مية مية. وما دام أنت جيت بقى لحد هنا عشان تطمن عليا، احب ابشرك بشره خير. انا نويت ارخص اللحمه جنيه في الكيلو للجزارين. يبقى مخ حضرتك طاق. احنا بنكسب اكتر من كده. فيها ايه لما نرخص للجزارين جنيه وهم يرخصوا للناس؟ فيها انك اتجننتي، فيها خرب بيوت يا افكار. اسم المعلمه وكلمتي هي اللي هتمشي، وانت هترخص غصب عنك، يا اما جزارينك هيجوا يشتروا مني. وابقى دلل بقى على لحمتك يا حمدان. اللي عملته افكار هانم ده شيء هايل جدا من وجهه نظرنا كوزاره تمويل. ومن ناحيه نظرنا احنا خراب بيوت يا جميل بيه. انا رخصت جنيه وبرضه بكسب، والعمليه مش فطيره. ايوه، ودلوقتي بقى اللي مش هيرخص زي مدام افكار. الله ايه يا سعاده البيه، مدام افكار وافكار هانم، هو انا بلا مؤاخذه شايفني فاتحه بوتيك؟ هي العمليه قطع عرق وتسيح دم، واللي مش هيرخص زيي تعلقوا وتسلخوه. تكونيش ناوي تخش الانتخابات. ما تكلمنيش انا، كلم سعاده البيت. يا جميل بيفهمني، احنا لو رخصنا للجزارين الجزارين مش هترخص للزباين. التموين يبقى يصطفل مع الجزارين، لكن احنا نعمل اللي علينا. وهو ده الصح، وانا بوعدك ان هكتب تقرير مفصل وهرفعه للمسؤولين. تشكر سعاده البيت، فدتكم بعافيه يا معلمين. الله يعافيك يا اختي، عقبال ما يدوك نشان البتالو. مساء الفل يا ست الكل. الله الله الله، ايه ده كله؟ ده انت رسمت المعلمه على الاخر. اقل منها ولا ايه يا افكار؟ ده ودود يا معلم جابر. اتفضل. احكي لي بقى، ايه اخر اخبار المذبح؟ نص جزارين البلد اتصل بيا، والنص الثاني هيتصل طبعا.
ربط معاهم كلهم وريحهم في الدفع، وانا من ناحيتي هكلم شفع بيه يبعت لنا اللي يكفينا. وبكده تبقي انت ملكه المذبح وتقعدي بقى تريحي في البيت بدل المرمطه، وانا هشيل الشغل كله لوحدي. تشكر يا معلم جابر، ده انت تشيل ونص على الاقل تريحني من خلقه حمدان. وده كان على اجرتك؟ اجرتي افكار، انا برضو جابر واللي في قلبي لسه في قلبي. احنا مش هنخلص بقى من الموال ده يا جابر. امال هتعيش من غير راجل افكار؟ انا مش هتجوز بعد المرحوم. ليه؟ كان اجدع مني في ايه؟ ما هو في حال المبتدى برضو كان صابي زي سلامه وبشكار زي حالاتي. شفت فيه الحنان اللي اتحرمت منه طول عمري. انا عايزك تفهمني يا جابر. محدش في الدنيا دي كلها فاهمك قد افكار. في الاول ما رضيتيش بيا ورسمتي على فلوس زينه. انا يا جابر؟ ايوه، ودلوقتي بعد ما اتغنيتي عايزاني خدام عندك وبس، وبتلفي طبعا على شفع بيه زي ما قال حمدان بالظبط. لا بقى وانت الصادق، ده انت الاستغلالي. لما حسيت اني محتاجالك حبيت تفرد قلوعك وتتشرط عليا. بقول لك ايه، انا غلبت معاكي وزهقت منك، انا خلاص لا عايز اتجوزك ولا عايز اشتغل عندك. الباب يفوت جمل. طيب افكار، ده انا بالرويه ومحدش يقدر عليا. ولا يهمك ملك، انا ادي القول وامسك لك الشغل كله بداله. مفيش فايده يا سلامه، انا مكتوب عليا الشقه وماله حشقه، لكن اللي في دماغي لازم انفذه. لازم اخلي الناس دي كلها تقول ان دي مره بس بمليون راجل. دايمين والدنيا تلعب بالخلق وكل الناس، دايمين وقلوبها الراجل المبدع اللي انا خسرته او انت؟ بقول لك يا معلم، مش هتصدقني لو احلف لك ان انا بعزك اكتر من اخوك. ما انت بتعزني قوي، عشان كده بعت لي رجالتك يقتلوني. ما حصلش، العيال اتصرفت من ورايا وانا بريء منه. واحلف لك يمين. تحلف لي يمين؟ تحلف لي شمال؟ اختصر يا معلم. يبقى هتضايق عليك واشرب القهوه على حسابك. يا نعم هات له قهوه ابو لذيذ. أنا يا حاضر، بس تكون على ميه برد. ومحبة غير بعد عداوة. ماشي فاهم، احنا مهما حصل رجالة مع بعضينا. ثم يعني خدت ايه من شغل النسوان؟ بقول لك يا معلم، اوعى ايه تفتح بقك بكلمة على افكار. انت الظاهر عرفت ان انا سبتها. طبعا عرفته، عشان كده جيت لك. انت هتبقى دراع اليمين الكل في الكل. بقول لك ايه، هتسهر معايا جبورة الليلة دي في البيت. انا برضه اللي سكرت يا جدع، ولا الطور اللي شايل الارض هو دماغه لف؟ انت اللي عظمك خفيف مش واخد على الشرب. اديها جامد يا حبيبي عشان تنسى، ما هو مفيش امر من عضه النسوان. انا حبيتها قوي يا حمدان، حبيتها من زمان وعهد الله عارف، بس انت دلوقتي بتكرهها قوي قوي. وسكت لها ليه؟ ما انت فيدك تدعها زي ما ذبحتك، ولا ناوي تسيبها تلعب بينا احنا الاثنين؟ لا يابا، تلعب بمين؟ ده احنا معلمين قوي. يعني لكن انا عايز هزيها ازاي؟ ها؟ انا نفسي خليها تحلف بيا. أنا غلطانة اللي وسعت الشغل واتكلت على جابر. سلامة، قوم اندهن سلطان. حاضر يا معلم. ولو إني يعني أديله القدور. صباح الخير يا معلمة. جابر أخوك وحبيبك. أنا كنت متأكدة إنك هترجع تاني. وأنا ما قانش عليا أسيبك لوحدي، بس على الله أنت تكوني نسيتي الموضوع. موضوع مين يا راجل؟ ده إحنا إخوات. يلا قوم اتكل كده، امسك الشغل وتصرف في كل حاجة. ماشي يا معلمة،
وهتلاقيني من ايدك دي لايدك دي. يلا هالبركه، واخر النهار تعالى لي على البيت. تعيش يا معلمه بالاذن. مع السلامه. بقول لك ايه؟ انا مش مرتاح من ناحيه جابر. مش عايزه ولا كلمه عن جابر. جابر جدع. ده انا ما صدقت رجع لي. بكره نشوف. ميرسي قوي يا معلم حمدان. ولسه يا سعاده الباشا. احنا في الخدمه دايما. اللي في اتفقنا عليه هيحصل، المهم نفذ من ناحيتك. ماشي يا جميل. يا جميل ايه؟ اللحمه دي بتاعت مين وراحت فين؟ بتاعت المعلمه افكار سعاده البي وراحت السوق. اتفضل يا دكتور. اللحمه دي مش مختومه. مختومه سعاده البي والختم اهو. الختم ده مزور، يعني مطبوحه خارج المذبح وممكن تكون غير صالحه للاكل. انا ماليش دعوه يا سعاده البي، انا عبد المأمور. انا يا جابر اديتك اللحمه دي وقلت لك تبيعها السوق؟ ايوه حصل، ومستعد اجيب شهود على كده. قصدك حمدان اللي هيجيب الشهود؟ ما هو انتوا الاثنين عينه واحده. الله يرحمك يا معلم زينهم. علاوه على شهاده جابر، التحليل طلع اللحمه فاسده، كمان الذبح خارج المذبح مخالف للقانون. القانون؟ هالقانون ده يا سعاده البيت؟ القانون اللي ما انصفنيش وجاب لي طربوزي؟ عايز يعمل فيا ايه تاني القانون؟ النيابه هي اللي هتتصرف معاك وانا امين. يحيى العبد. جدع يا جابر، جدع اللي عرفت تجيب مناخيرها الارض. بس انت عايز الصراحه يا معلم، انا لما خدوها الحجز صعبت عليا. لا يا حدق، انت لو رجعت في كلامك اللي في المحضر هتبقى شاهد زور وهيحبسوك. يعني مفيش ايوه طريقه يا معلمي؟ مبقاش قلبك خفيف امال، وعهد الله لو رجعت في كلامك انا اللي مش هعتقك. خد يا باكو مقفول اهو، شبرق بيه نفسك. انت عايز الصراحه يا معلم؟ ما تفلقنيش بقى بالصراحه والزفت، انا اي منام واتكل انت. ما تعملش نفسك مش شايف. سلامة، أنا كنت عايز أقول لك سلامة. أنا كنت باصص لك على إنك جدع، وكنت أتمنى أبقى زيك، لكن دلوقتي مالكش عندي غير حاجة واحدة بس. إيه؟ فوق. بس حبيبي ما تعيطش، بس ده انت اجدع جدع في المذبح. انا قصدي مفيش بايدي حاجه عملها. في ايدك يا حبيبي، خلي بالك من نفسك، ما تضحكش علينا الناس. اقرا معايا يا رب. يلا يا ابني كفايه كده. وانتي عربية السجن مش عربية ملاكي، فضل قدامي. اركبي يا شويش. حاسب يا حضرة الصلع على البراوية. طبعا جاي تتشمت فيا. أنا يا أختي التحقيق طلعني براءة. وأنا التحقيق طلعني مجرمة. بس أنا ماليش ذنب في اللي حصل، عموما أنا مستعد لأي خدمة. شايلك للعوزة وراجعالك يا حمدان.
ما بالك بقى الوحده بعمل معاها ايه؟ الست انا حاطه عيني في حالي. انا عايزه اقضي الست اشهر اللي هنا على خير. ده انا مظلومه. عارفه يا كبدي. ما كل اللي هنا عضلين. فوتي فوتي قدامي. مسمار؟ لا. تبقى مش بنتي كار. انت وماتك ايه يا اختي؟ اللحمة. تبقي بنتي كار. لا مش اللحمة اللي في بالك. دي قضية تموين. تموين يا سفاحين؟ انتوا اللي مصين دم البلد. هو احنا بنبيع اللحمة التانية الا من تحت راسكم؟ طبعا مش هتصدقيني لو حلفتلك اني مظلومة. لا احكي احكي. احنا هنا بنصدق بعض جدعنا. ادي احنا بنتسلى. قولي لي بقى ايه موالك؟ انا كنت برويه ومحدش قدر عليا. صدقتني بقى لما قلت لك البت دي مش هتستر؟ بصراحه افكار خساره في السجن. اه غارت يا عمنا المذبح دلوقتي ما بقاش فيه غيري. أنا جايلك وشنطة العربية متستفة فلوس وناوي أشتري كل اللي عندك. يا سلام. أمال إيه؟ أنا لازم آكل السوق وأبقى ملك المذبح. قلت إيه؟ ماشي يا أبو ناسب. بس برضه أفكار صعبانة عليا. تخيل يا ريت أنت وهي. يلا. وأنت واقفة كده ليه يا بيه؟ على ايديك ده عشان حنة ما تشتغل ايه؟ حاضر يا حمدان. أنا عايز الحاضر يعلن الغايب. تقولوا للجزارين كلهم اللحمة اللي نزل لها جنيه زودناها جنيه وفوق منه كمان جنيه. آه يا معلم بس ده كتير. اكتم ياض. أنا لما أتكلم تخرس أنت. الجزار اللي مش عاجبه يخطف رجله لحد أفكار في السجن يشوف لحمتها النهارده بقت بكام. يا افكار الحقني يا زوبة مصاريني بتتقطع سجاجين بتقطع فيها لازم اكلت لحمه ما هم اللي بيوردوا لحمه هنا في السجن ما عندهمش رحمه الحقوني يا ناس بموت دكتور مفيش دكتور ايه ده؟ ايه؟ طب سايب شغلك ليه؟ ده انت زي ما قالوا لي بقى انك بتسكر وتتخمد. انت فاكر ان انا بدفع عوانطه؟ راسي تعبان. تعبان قوي يا معلم. وانا ما يلزمنيش التعبان يا اخويا. ولا فاكر انك خلصت لي موضوع افكار خلاص؟ تقبض من غير ما تعرق. يا معلم انا ما قلتش حاجه. انا قصدي انت مش راجل. عندك انت قعدت فوق لي شغلك يا
تتعب في لقمتك. وان كنت تعبان يا حبيبي روح، انا ما يلزمنيش تعبان. فتح استراحه انا اروح امك. امرك يا معلم، امرك. يا حمدان انت حسابك تقيل قوي، انت عارف انت دلوقتي حسابك كام؟ مش فاكر ومش عايز افتكر. وبعدين انا براحتي يا باشا، ادفع ما ادفعش. ايام زمان لما كان قدامك زينهم وافكار كنت بتدفع مقدم، دلوقتي لما استفردت بالسوق عايز تزعلني منك يا حمدان؟ والله ظروف الشغل بقى، وانا نظامي كده. ثم على فكره انت سعرك غالي كده. طيب يا حمدان، وان ما رخصتش هشتري من غيرك، وخليك انت بقى مع المعلمين الصغيرين وابيع لهم بالراس والراسين. ما كانش العشم يا ابو نسب، ما تجيبش سيره الناس واحنا فيها. اذا كنت عايز اختك خدها معاك يا سميره. ايوه ايوه يا حمدان، اخوك مروح، يا ريت تلم هدومك وتروحي معاه. يوم شرطي. تمام يا فندم، المذنبه. طب انصرفت، تعالي افكار. الاستاذ بدر خليل المحامي بتاعك. المحامي بتاعنا؟ ايوه، من طرف شافعي بيه. كتر خيره. انا اطلعت على ملف القضيه وطعنت في الحكم، وفي امل كبير في الافراج عنك. افراج؟ سلامة يا معلمة. نعم. الله ينعم عليك، جاي أعمل الواجب؟ نعم. الله، أنت برضو لسه مش مصدقة إن أنا بريء؟ يا ما في الحبس مظالم. صح، وما محبة إلا بعد عداوة. صح، وتشكر على الواجب يا حمدان. سلام يا جدع للمعلم حمدان. وريني عرض كتافك يا حمدان. سلام يا ست الكل، اتفضلي. سلام لي والبركه فيك. ايه العفو، انا ما عملتش حاجه. انا مش عارفه اودي جمايلك فين. ده اقل واجب. اتفضلي اتفضلي يا ست الكل. انت عارف طبعا ان حمدان هو اللي عملها فين عشان يستفرد بالمدح لوحده، لكن انا عايز انزل الشغل واقفله تاني. تحت امرك، العزبة وصاحب العزبة. ما هو ده العشم برضه. احنا لسه هيكون في بيننا وبين بعض كلام كتير كتير قوي. مش وقت يا شافعي بيه. على كل حال انا بالي طويل وحبالي اطول. ولا تحت امرك، والايام جايه بيننا كتير قوي. الشغل هيرجع زي زمان، والاجر كمان، والباب مفتوح لكل راجل جدع في المذبح. اللي يحبونا ايوه. ايوه. اللي يكرهونا لا. لا. سلطان. امور يا معلم. تعالى معايا. عباس. ايوه. تعالى.
اؤمر يا معلم. بقول لك ايه؟ انت هتنزل من العربيه وتجري تخش على العماره على طول. تعمل حركات في الشارع. تصرخ. تقول يا عالم يا ناس. هتضحك. عملت كده ليه؟ أنا غلطان. الشيطان حمدان هو اللي خواني. سيبنا لوحدنا يا سلطان. يا معلمة الأحسن بعد. بقول لك سيبنا لوحدنا يا سلطان. ماشي. حمدان ينفعك. اهم رجالتي جابوك من وسط المذبح وكان ممكن يخلصوا عليك. ايوه لكن انت عصيره يا معلمه وقلبك زي البافته البيضة. هي كلمه واحده. هو مر يا معلمه. انا خدام حمدان. انا ما كرهتش في الدنيا. هاتوا اللي عملته معايا تعمله معايا. يا معلم حمدان داري على شمعتك. ما تحرجناش معاك. انت بتورد لحمه لملجا اطفال؟ اه. ليه؟ خير؟ تحب الشتاكة يا سعاده البيت؟ وهي اللحمه المريضه التي يامر دكتور المذبح باعدامها ولكن توضع عليها اختام مزوره وتورد للاطفال اليتامى. بلا ده كاذب يا سعاده بيه. الله، هو احنا ما قرناش ظهري بقى ولا ايه؟ اسمع يا معلم، انا المره دي اتصرفت وطلعت بلاغ كاذب، لكن المره الجايه مش هقدر. خفت يا حمدان. ماشي. الا البلاغ ده من مين يا سعاده بيه؟ مين اللي قتله؟ دي شغلتك يا حضرة الضابط. جابر هو اللي شهد عليكي ودخلك السجن، ودي شبهة عليكي. سيادتك عندك القانون. لو لقيت عليا أي دليل بالقانون، أنا رقبتي للقانون. أنا ما كنتش أتصور إن قلبك الحنين يتغير ويقسى بالشكل ده. آه، أصلك ما شفتش اللي أنا شفته ولا تعذبت عذابي. أنا سمعت بإن النيابة اتحفظت على القضية، لكن المذبح كله بيقول إنك أنت السبب. أنا ما عملتش حاجة يا سلام. أنا وقعت ما بين كلبين وكان لازم واحد فيهم يعض التاني. طب وبعد كده هتعملي إيه؟ بكرة تشوف. ده أنا بالروية ومحدش قدر عليا. اتفضل يا سيدي الكل. ايوه كده البيسي والزواقي وعيشي. هي الدنيا تسوى؟ اه
على قولك. أنا أول ما طلبتني في التلفون سبت الدنيا كلها وجيت طوالي. أنا تحت أمرك، أؤمري. لا أبدا، زي ما قلت لك، عزمك على الغدا وطبخلك بإيديا. تسلم إيديكي، يعني مفيش حاجة مهمة؟ هو أنا عندي أعز منك ولا أهم منك؟ نفس الشعور يا أفكار. أرجوكي تقبلي مني الهدية البسيطة دي. اتفضلي. الله تجنن يا خبر، وليه كلفت نفسك غالي كده؟ الغالي يرخص لك يا غالية. تسلم يا غالي، خد لبسها. أوي. يبقوا كام؟ 115 يا معلم. ليه؟ السواق بتاع شافعي بيه اتكلم في التليفون وبيقول ان شافعي بيه عنده افكار في البيت من بدري. الله الله، ده اللعب حلو قوي. طيب افكار. تسلم ايديك يا ست الكل. طب اقعد بقى لما اجيب لك الحلم. تعالي هنا. هو في الدنيا كلها احلى منك. بس ماليش بخت يا شافعي بيه، ماليش راجل اعتمد عليه، محتاجه لظهر يسندني. قالي تحت امرك، وبكره تشوف الشافع هيقدر يعمل ايه. انا لو فرست رجاله البلد كلها ما لاقيش ظهرك. لكن لكن ايه؟ مهري غالي عليك قوي. غالي عليا يعني؟ اصله جوز اختك. ها؟ حمدان يعني؟ وايه يعني؟ انت لو طلبت نجوم السما هجيبهم لك. تاخد لي بطاري منه، توريني يوم فيه، ساعتها بس هبقى خدامة رجليك. بالهنا والشفا. شفت ايه يا عالم؟ هي دي لحمة تتاكل يا ناس. هنعمل ايه؟ هي دي اللي بيجيبوها. اصل اللي بيجيبوها كفرة. ادي الثلاجة يا فندم وادي المسؤولة. انت المعاون البيطري؟ ايوه يا فندم. في اخبارية بانك بتقبل من المورد لحوم فاسدة. لا لا، دي لازم تكون شكوى من طليقتي. افتح الثلاجة، هناخد منها عينات. اتفضل. امسك يا. اهلا يا سعاده البيه، اختصرت لك الطريق وقبضت لك على المتهم. افندم، ما انا بريء من الموضوع، ولما بلاغلي اتقصت والواد اعترف. انت قياد قدام سعاده البيه بعضمه لسانك. المعلم كان بيديني اللحمه سليمه ومختومه. هو بقى كان بيبيعها في السوق بمعرفته ويستلط للمستشفى اللحمه اللي وقع. في حد ضغط عليك عشان تقول الكلام ده؟ لا يا بيه، انا اللي ضميري صحي. صحي؟ ده مؤاخذه، قلقنا ما ناموا، بس هيشبع نوم في السجن. خدوه. حصلنا على الاسم عشان ناخد اقوالك في المحضر. ماشي يا سعاده الباشا. هات يا كلم المحامي يروح له وبشبش بيته بقرشين. ماشي يا معلم، بس البلد ده من افكار. لا افكار، ما تعرفش ان انا بورد لحمه للمستشفى. الضربة دي من شافعي. يا نعم. الله ينعم عليكي. هو صحيح العيار المرة دي ما صابش، لكن دوش. وأنا متأكد إنك أنت اللي سلطت شافعي بيه عليا. أنا؟ يا ما في السجن مظالين. إيه؟ يعني أنت براءة من الدقة دي؟ زي ما أنت كنت بريء من سجني. خلاص. تبقى دقة بدقة. لا. لسه الحساب هيجمع. بقول لك ايه يا افكار؟ اسم المعلمه افكار. ماشي، المعلمه افكار، احنا فاهمين بعض كويس، واللي في القلب في القلب. البراويه خلاص ما عادش عندها قلب. وعهد الله، كل ده كلام من بره في الأونطة، انما اللي في القلب في القلب. يستر
دورها معاك. ومعاك؟ ما هي مصارين البطن بتتخانق مع بعضيها. ورميتي في السجن. هفرش لك بدلها سرايا ولا كل السرايات. شايلك للعوزة. يا أفكار الدم هيبقى للركب. مفيش أغلى من دم المعلم زينهم. معلمك وجوزي وصاحب الفضل عليا وعليك. يا ست بس افهميني. في إيد تانية غير إيدي وسط الخناقة هي اللي خلصت عليه. وأنا حسبت لك صدق كلامي. قالوا للحرام احلف. خليكي بس معايا. أنت طبعًا تصدقي الأستاذ رشاد الطاهر محامي المرحوم. طبعًا. ده راجل محترم وهو اللي عمل لي إجراءات الورث. وما شفتش منه ولا غلطة. المرحوم قبل وفاته بشهرين كان بيشتري مزرعة كبيرة من استصلاح الأراضي. لكن الأجل ما أمهلوش وتوفى قبل ما يمضي العقد الابتدائي. والمزرعة دي ما ظهرتش ليه في المراس؟ لأن البيع ما تمش والمزرعة ما بقتش ملكنا. طب وإيه دخل المزرعة دي في اللي حصل؟ ما أنا هفهمك كل حاجة بس بعد ما أوريها لك. حمدان ملعوب جديد ده؟ لا إله إلا الله، ده أنا بكلمك والمحامي شاهد. طب وهي فين المزرعة دي؟ في الضيعة. فدان ثمنها مليون جنيه. زينهم كان ناوي يربي فيها بهايم عشان يضيع شفعي خالص من السوق. وبتجيب سيرة شفعي في الموضوع ده ليه؟ اللي حصل هو اللي هقوله لك. شفعي حب يسبق زينهم ويشتريها بس زينهم على السعر وربط كلامه. حاول يشاركه مرضيش. وبعدين؟ وبعدين ايه؟ ما خلاص. خلاص؟ يعني ايه؟ الباقي افهميه انت بقى. يعني انت عايز تفهمني ان شفعي بيه كان له دخل في قتل زينهم؟ لا اله الا الله، انت مش عايزه تصدقي ليه؟ اقول لك تعالي معايا. على فين؟ تعالي بس. ازيك يا محسن؟ تعالي ما تخافيش. ادي مرات القاتل وادي مرات القاتل. احب عقلك يا ست، ابوس رجلك. انا غلبانه وصاحبه عيال والعيال ما لهمش ذنب. انطقي بالحق ومن غير لوعه. ايه اللي حصل بالظبط؟ اتكلمي ما تخافيش. ابو العيال كان شغال غفير عند الشفع بيه وكنا راضيين بقللنا لولاش البيت امعه وبعته على مصر. وهو فين دلوقت؟ قتلوه تاني يوم لاجل ما يدفن السر معاه. وانا والولاد عطونا قرشين لكن ضاع. وليه ما بلغتيش البوليس؟ الميه ما تجريش في العالي وخفت عليا انا والعيال. استهانم هتبلغ الحكومه؟ استهانم لا، هبلغ ربنا. خدي خدي دول العيال. ربنا يسترك يا استهانم. احميكي وخليك يا استهانم. احميكي. صدقتي وامنتي؟ ولازم انتقم من شفعي. لا، سيبي الموضوع ده عليا انا. يعني من كتر حبك في زينهم؟ لا، عشان اصلح غلطتي معاكي وادفع شفعي ثمن غلطته معايا. احلف لا صدقك. احنا من دلوقتي مع بعضين وعلى ميه بيضة. طب انا همشي معاك لحد باب الدار. حلو. تقدري تبعدي شافي عن العزبه بكره بالليل.
سلامة. انت ايه اللي صحاك دلوقتي؟ ازيك يا شافعي بيه؟ اهلا. قوم انت دلوقتي يا شافعي قوم. لحسن الواد يفضحنا في المذبح. قوم قوم قوم. معلش معلش الليالي جايه كتير. معلش يا شافوق. مع السلامة. مع السلامة. ده انا بالراوية ومحدش قدر عليا. جدع واد. انتوا عارفين العملية دي خسرتني كام؟ انتوا كلكم على بعض كده ما تسووش بقيمة واحدة من اللي اتسرقت. لا سعادة البيت، دول خدونا على اخوانا. لا، كنت عايزهم يبعتوا لك بلاغ على يد محضر يقولوا لك احنا هنسرق البهايم الساعه كذا، مش كده؟ انتوا عرفتوهم مين؟ لا، كانوا متلتمين. معلش، انا مش هبلغ البوليس، انا هنتقم بنفسي، بس لما اعرف هم مين، عصابه من اللي بيسرقوا المواشي ولا واحد في بالي. تعالي شوف الأمل اللي احنا فيها. يجي ألف بقى كافي عشان يعوضوا بيلزموا فوق عن سنة. طب والحكومة؟ ما هو لابد يكون بلغ. ما يقدرش، لأنه متهرب من الضرايب، مش ثابت الحاجات دي في أوراق بيع وشراء. طب وأنت هتتصرف فيهم إزاي؟ أنا حسبتها قانوني، شاريها بحر مالي، همضي كام واحد على كذا مبايعة. وإزاي قدرت تكون طبعًا روشت صاحب الأرض. أنا يا أفكار صاحب الأرض. كده كتامي؟ لا كتامي ازاي؟ انا اشتريتها وسجلتها بعد حاسه المرحوم زينب، وجبت لها مهندسين زراعه ودكاتره وعمال ومكن وكله، ما كانش ناقصها غير البهايم. وهي وصلت وهتربي وتذبح، ده انت كده هتبقى ملك السوق. امبراطور اللحمه. الله، ده انت بقى ما خدتليش بطال، ده انت شغلتني لحسابك. الله، هو في بيننا وبين بعض حساب؟ ما احنا مصلحه واحده. حمدان، انا بالرويه عارف، وانا حبيبتي خاتم في صباعك الصغير في ايوه طلب، ولما نتجوز السوق كله هيبقى في جيبك. ماشي كده، يبقى يلا بينا بقى نروح. لا، ادام انا بجيب بقى لحد هنا يبقى افوت على السيد البدوي اقرا الفاتحه واحصلك. شنو يا شيخ العار؟ اتفضل اتفضلي، ما تتأخريش، أنا في الانتظار على نار. علبة سعادة البيت، إحنا نسرق الحكومة، إنما ما نستجرش نسرق حضرتك. طب وغيرك؟ سألت؟ كلهم حلفوا، وما يستجرش حد يكذب عليا. طب روح انت دلوقتي وهعوزك تاني. حاضر يا سعادة البيه. قلبي عندك في اللي حصل. وانتش عرفك ايه اللي حصل؟ عنابر المذبح لها ودان، واللي عملها حمدان، وحاجتك في عزبته. حمدان؟ عزبة؟ حمدان عنده عزبة؟ قبلي طنطا، وحيعملها مزرعة لحمة، وحيدبحك في السوق. حمدان يذبح ناني؟ طب انا نازل رايح له. لا، في المذبح وسط رجالته. هو انا مكتوب عليا يا ربي كل ما احب راجل في ايده؟ انا افكار سيد الكل وعند رجالتي وعزوتي. طب ورجاله حمدان والحكومه يا شافعي؟ في العزبه احسن، بعيد عن الناس، وهناك
تاخد حقك وتخلص من حمدان. وحمدان هيكون هناك امتى؟ انا حودهولك لحد هناك واسلمهولك مشفي. استنى اقعد عندك. الحمد لله على السلامة. أفكار قريت لنا الفاتحة؟ لا، أنا كنت عند شافعي في العزبة. عرفت. إيه اللي وداكي؟ خفت عليك، قلت أروح أطقص لك أعرف هو بيفكر في إيه، ناوي لك على إيه. ناوي لي على إيه يعني؟ شافعي عرف كل حاجة. تبقى أنت اللي قلتي له. أنا؟ ما كنتش جيت قلت لك؟ شافع الليلة دي هيروح لك على عزبة بالليل وهياخد رجالته عشان ياخد حاجته غصب عنه. حاجته ده ايه؟ دي حاجتي ومظبوطة على الورق. طب انا رايح لي. لا، انا خايف عليك يا حمدان. ما انا عشان اطمنك هاخدك معايا. انا؟ اه. طب وانا لازمتي ايه؟ طب اروح له انت واصطفل معاه؟ اهو بدل ما توحشيني. ايوه بس بقول يعني ما تقوليش. تعالي. فين شافها ورجالته أفكار؟ غريب، ما فيش حد هنا خالص. ايه ده يا معلم؟ علم علمك يا معلم. علم علمك؟ ده كمين وانت اللي رسماه يا معلمة؟ من قدم السبت لقى الحد قدامه. اشرب بقى يا معلم. ارمي سلاحك انت ورجالتك يا حمدان. ومن غير ما تقول. انا سلاحي ما يترفعش في وش نسيبه حبيبي. سلاحه اهو. ارمي يا انت وهو سلاحك. لما انا ابو ناسب امال سرقت بهايم ليه؟ تدبير البراويه دي. اوعى ايدك ما تلمسنيش، انا في حمى شافعي بيه. البراويه اللي بتتحمي فيك دلوقتي هي اللي دبرت السرقه. سهرتك عندها في البيت عشان تديني الفرصه الصفرة ده انا بالعزبه. الله، دي جات لي النهارده وهي اللي قالت لي ان انت اللي سرقت البهايم. شلها يا بدوي. ما تصدقوش يا شافعي بيه، ده كذاب. ما صدقوش ازاي؟ ده انت جايه معاه، يعني لعبت بينا احنا الاثنين. اسم الله عليك يا ابو نسب، لعبت بينا احنا الاثنين. ايوه انا لعبت بيكم انتوا الاثنين عشان اخليكم تخلصوا على بعض واخلص الناس من شركم. قتلتوا الراجل الطيب اللي خلالي قيمه، وكنتوا عايزين تنهشوني من بعده. كنت عايز اعيش بشرفي واساعد الناس الغلابه، لكن الغلابه ملهاش عيش بين الديابه. اديك عرفت نهايتك يا افكار. كازلك يا هات سكينه يا ولد. انتوا مش تجار لحوم البقر، انتوا تجار لحوم البشر. صح، وانا وشافعي بيه مش هنخسر بعض علشان ذبيحه. ما انت
عندك العيب يا حمدان. لا الرؤية وقدرت عليّ.